لا 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 ركزوا لي على هذا السكين يا تمام. لا 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 شكل غريب عجيب. شوفوا لي الابتسامة، شوف لي شنيحات الوردي وما وردي. يا اخي عن جد سكنات فري فاير الفترة الأخيرة يعني صارت غريبة عجيبة. اوكي لايديز اند جنتلمان، عايزك كيفكم ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. اتناكم باللايف ان جد. لا لايف شو؟ لايف شو؟ هذا مقطع يوتيوب مش لايف. اعزائي الكرام جيناكم في مقطع جديد. اوكي زمان ما نزلنا مقطع يوتيوب، قلت لهاي لا خلاص يلا نزل حدث جديد، بدنا نروح يعني بدنا ننزل شي مقطع. يعني سحبنا كثير، عم نسحب كثير يعني لا تغصوني، فهمتوا علي شلون؟ هات لي شوف، شوفي ما في هون، عندنا هون السكين الحصان المبتسم، شو اسمه هذا؟ حزمة الخيال الرائع. ايه جدك عندنا سكنت البنات، سكنت البنات يعني اغلب الشيء صراحه، سكنات البنات صراحه اغلب الشيء بيكونوا طبيعيات معلم، مو خارج النطاق الهداك. المهم عندنا هون لا الابتسامه يعني شيء تمام التام يعني، بس لازم هذا الحصان يروح على الدكتور السنيني شوي، شو رايكم؟ اوكي عندنا السيف اللوز هذا الزهري، اوكي وعنا هون باقي الاشياء متواجده هون، عنا سكنات متواجده هون بس، ولكن اليوم يا شباب عنا حرق. هلا يا لطيف اوكي وضع، لازم تكن لازم تجيب توكن. انا بتفائل اليوم معلم، ابلش اول لفه نشوف. ايوه اتلت توكن بدايه اتلت توكن، بلشنا ولا توكن. لا واو ترى بدنا كثير توكن، ها ترى بدنا كثير توكن، ها بلشنا بالحظ الزفت. لا ها اوه هي حلوه، يلا لازم 30 60 لازمنا، اوه لازم كثير توكن، لازمنا فوق ال 70 توكن يا شباب، 72 توكن عشان نجيب كل شيء بس، ولكن انا متفائل انه راح نحرق قبل الحدث، بدنا نحرق قبل الحدث معلم. اوه يا سلام على التوكن، ها هي جمعنا 21 توكن، اوكي 21 توكن هيك بدايته يعني هيك معلم، بس اعطونا شيء السكين، اعطونا السكين، اعطونا السكين يا جدك. وشي حلو معلم 250 ضربه بيعطيك اكثر من 10 يعني 11 لفه، يعني 11 اختيار، والله شيء باللزة. اوبا ايوه لا ايوه 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 اعطونا السكين دايم برو، يلا نشوف السكين، شو السكين؟ اوه اربع توكن، هاي جمعنا 31 توكن، امننا الوضع، امننا اول سكين بس، ولكن رح نصبر شوي ممكن. اوه خمس اربع توكن، لا كمان شوي، اها حلو 39 اها ورقة يعني عم بيطلع لنا توكن حلو، ها يعني في توكن، ها اوبا شوف خمسة يا الهي كفو 51 خلص خلص معلم خلص لم تصبط معنا. شو والله باخر لفه بدل فتح يطلع لي السكين، هيك حادث دائما هيك بيصير معي، والله ما طلع لنا السكين دايم يا جدك. قل قول الثلج، طيب ما طلعنا الثلج، حصلنا 60 توكن، معقول يطلعنا الثلج ولا شنو؟ نجرب الثلج ولو؟ الثلج 18 والله 18 توكن، حلوه حلوه الثلج صراحه بتستاهل. لا طول بالكم لسه في سيف، لسه في سيف، اوه لا 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 بدنا نجيب كل شيء، بدنا نجيب كل شيء، بدنا نجيب كل شيء معلم. جواهر قارينا اوكي ركز هاي بلوز اوكي 50 قد شوف 75 صار عندي كفو. اصبر اصبر الله، يعني انا كنت متفائل انه يطلع لي سكين شي سكين بس، ولكن ركز معي بدنا نجيب اول شيء سكين بلا طوله، اول شيء اول اصبر شوي اصبر شوي، بدنا نجرب اول شيء شخصيه البنت كالعاده، ما بنبلش بشخصيه ليديز، ليديز انجل تمن كالعاده، ليديز انجل تمن اوكي اوكي يا وين كنا؟ تذكرت شغله شو اللي تذكر شو 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 كده عم بفكر؟ ايه صيح البويا رح نحرقه بعد شوي، طول بالك هذا نسيان وكنت، او خليه على البس مشان نحرقه على البس، على البس نحرقه احسن هيك مشان نشكل شوي، فهمت علي شلون؟ اوكي كمل، جبت السكيل البنت عملوا استبدال، ايوه نفتحه عملوا تزويت، جاهز جاهز جاهز، لا جاهز اي جاهز 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 معنا. اوكي هلا هون لازم 66 توكن عشان نكمل الوضع، اوكي رح نكمل حرق شوي، هلا 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 نتحاس رح يطلع لي شي سكين، لازم 66 توكن باقينا 66 جدك اوه حلو هاي حلوه باقينا كمان، اوه حلو توكن 3 توكن حلو
من واحد تو كمان شوي وخمسة حلوة. يلا باقينا كمان يلا باقينا ثلاثة تكنات. خلاص 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 الحدث كلهم شوينا شوي خلاص كل شيء كل شيء كل شيء. هات نجيب الثلج بنفس الوقت جرب الثلج مع اللام ونجرب السيف يا سلام وروح نجرب السكين تمام نروح نجرب سكين البنت موافقين موافقين نجرب سكين البنت ندخل على التدريب نعمل لك شوف السكين البنت شلون شكله اوكي لا ما راح تمام تدريب اول شيء كالعادة كالعادة يا شباب عليك لو بتجيب سكين بنروح على التدريب باللوس باللوس كالعادة جيب سكين نشوف السكين لا الصراحة سكين البنت حدها حلو ماشي بوشي ترى يعني بين مو خارج نطاق شو اسمه قول لي حلو شوي شنيحات هي ورا ولا شو اسمه نشوف خلينا نعمل زوم على شوي شنيحات اسمه ها شنيحات ولا شو ايش شو رايك بالسكيل بنت؟ اتس اوكي اتس اوكي ماشي حاله اوكي شو كان عندنا؟ عندنا السيف السيف وين السيف هذا هو السيف والثلجه الثلجه بتجرب تحت خلينا نشوف ايوه ايوه السكين السيف اتس اوكي ماشي بوشي حلو انا اشوف ندخل ندخل كم واحد بالجيم على السريع هيك على الخفيف اللطيف معلم السلام عليكم شباب كيفكم ان شاء الله بخير ان شاء الله كل شيء تمام اي امي بيض اي امي بيض اي امي بيض ام بيض مشي الحال اتس كول اتس كول اتس كول كول هذا نشوف ها شكرا لللايك وات الله عليك الثلجي جاب الثلجي طول بالك عيب عليك عم نتفرج على الثلجي ماله هذا ماله هذا نتفرج على الثلجي ماله يا اخي شوف الثلجي بدنا نشوف نتفرج الناس للثلجي جدك شوفوا الثلجي طيبين شوفوا لي الثلجي شو رايكم بالثلجي اوه اتس اوكي الثلجي ها يلا نروح نجيب سكين للشاب اوكي ونعمل استبدال نجي لهون ونعمل استبدال ونفتح العاده يعني السكنات صار لي فترة ماني منزل الحرق سكنز صار لي فترة فترة طويلة يا شباب او ماي جاد ايش هو لا لا هذا لازم نشوفه داخل الجيم على السريع على السريع يعني على السريع نعمل له زوم كالعادة كمان نعمل له زوم ايوه وينه هذا الراس وينه ده هو لا شوف الكلب الكلب هذا حمزة رجع شوي لورا حمزة مخرب علينا كل مكان بيخرب علينا يا زلمة حتى بتصوير مقاطع روح من اولى ايوه يعني عليه اوكي الراس الحصان يا جدك شو بلج اوه ده والله سناب تلمع معلم سنينه سنينه ذهب عم تلمع لمع يعني ايشي باللوز لوك ات ذيس لوك ات ذيس اتس فيري باللوز يا سلام اوكي خلينا نروح لهون يا شباب ونشوف الوضع شلون اخرب بيتك اخرب بيتك ربيتك منك له بدنا نجرب السكين يا ولد نجرب السكين والله والله صراحه انا عاجبني ها في يعني غير سمعتكم يا اخي ولا احمر ولا احمر اخذ السكين ولا احمر اعطيته تعالوا تعال السلام عليكم تعال سمعتكم يا اخي شو قصه الزهري وابلع ابلع يلا يلا علب 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 انت والشخصية الزبالة تبعتك يلا انقلع منه يلا عامل لي عالك نطير معك الحصان المشكل الله هيد شوتات قتلني تعيهم لا هذا قتلني من بعيد يا اخي غدروني غدروني تبعكم الحشيشة الحصان يتحول للحشيشة كيفك وش راك لبس ايوه سوى شويه معلم حبيبي والله خليك استخدم الورد والحصان كله واحد المهم اهم شيء الهيد شوت الله اي 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 الحصان يتقدم لم تثبت معنا اوكي يا طيبين وياك بكل تحت حلقتنا اليوم على سيل كرام شو استمتعتوا من بس الستوري البخت على الستوري ليديز اند جنتلمان اتمنى لكم يوم سعيد ونراكم باللايف ستريم بالمناسبة شباب لكل اللاعبين اللي يلعبون جتاي حلو واقعية بيغيروا الجو مع بعض الأحيان اللاعبين البي سي فقط لا تنسوا شباب احنا الآن فتحنا سيرفر باللوز سيرفر 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 جتاي مدينة باللوز براذرز ار بي رابط تحت بالوصف نستناكم هناك شباب لاعبين البي سي يا جماعة فري فاير ما بدي اياكم هونيك خلونا هون احنا فري فاير مبسط على رواق وكل شيء كل شيء له وقته اوكي السلام عليكم شوفكم بعد شوي على البث